احكي لنا بقى عن بطولة افريقيا اللي جاية والاستعدادات، لان دي المفروض هتبقى بطولة قوية جدا. هي بطولة افريقيا احتمال تتلعب تقريبا في خلال شهرين، وفي بطولة عربية كمان. فاحنا حاليا لسه، بس احنا في السنة دي في صفقات جديدة كتير، 7 تقريبا او 8، فاحنا بس لسه الدنيا، وعندنا اصابات كتير للاسف الفترة دي. فلسه الدنيا يعني في التمارين ما زبطتش قوي، بس احنا يعني من دي 1 كابتن علي متفق معانا الصفقات الجديده، وكل يعني ده تدعيمات للفريق. ده بالعكس يدينا ادفانتج على اي حد تاني، ان احنا لازم ان شاء الله اي بطوله ندخلها لازم ناخدها، خصوصا البطوله الافريقيه، ولو بطوله عربيه ان شاء الله لو هتتلعب، والبطولات المحليه. حلو جدا. طب وانتي عروسه جديده بقى، يا ترى جوزك داعم ليكي في الرياضه ولا متضرر من كتر التمارين والبطولات والسفريات والامور؟ لا بصراحه هو احمد جوزي يعني بصراحه شايل كتير قوي، هو مدرب في النادي الاهلي. يعني هو مدرب في النادي الاهلي. اوكي. وكان لعيب في النادي الاهلي. بطبيعه الحال داعم طبعا. بالظبط، وكان لعيب في النادي الاهلي، فهو بالنسبه لي هو سبورت جدا في كل حاجه. يعني مدرب في النادي الاهلي. مدرب في النادي الاهلي. اوكي. مدرب ايه بالظبط؟ فرقه 9 سنين باسكت. باسكت. احنا شفنا صورة ليه يمكن معاك. صح، يكونش هو همزة الوصل، يكونش يعني هو سبب الانتقال من اسكندرية للقاهرة ومن سبورتنج للأهلي. ما أنا أكيد يعني كنت هجوز وهعيش في القاهرة، بس فاشل سبب الانتقال هو ده. ربنا يسعد لك ايامك. ربنا يخليك. اكيد هو كان عايزك الاحسن، فدي خطوه طبعا بالنسبه لك كمان فيها تحدي، لان انت لازم تثبتي بقى يعني الاداء ان هو كمان افضل من طبعا لعبك في سبورتنج. انا عارفه ان انت كنتي من اللعيبه الكبار جدا في سبورتنج، انا عارفه ده، بس ان شاء الله كمان تكوني متميزه اكتر في الاهلي. بس لازم يبقى في استعدادات، لازم يبقى في تمرين اكتر. فكلمينا كده برضو على مدار الاسبوع بتدربي قد ايه، اللايف ستايل عامل ازاي؟ احنا كل يوم تمرين في الاسبوع، ما عدا يوم او يومين بس اجازه، وفي اوقات بننزل تمرين الصبح وبالليل. خصوصا ان احنا الاسبوع اللي فات لعبنا بطوله المنطقه، كانت مؤجله من السنه اللي فاتت، فده كان اصلا في فتره يعني السيزون كان متوقف شهرين لحد شهر 12، بس بعد كده لعبنا بطوله المنطقه بتاعت السنه اللي فاتت، فده خلانا نكثف تمارين اكتر قبل الصبح وبالليل. الصبح وبالليل، بس مش كل يوم يعني. بس